من أروع الأمثلة في الحياة وحياة أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى أبدا. ما سمعنا هذا الحديث هذا بقلبك الداخل ودير المقارنة بيننا وبين هذا النسل والمجتمع ديالو والواقع ومطلبه. اسمع أم عائشة قالت يعني حينما دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في غرفة عائشة، قالت لكم من عائشة تلبس اللباس اللي تلبس المرفضة يعني تلبس عادي مسكت من سيدي السوس شكون قالت لها يطينظر النبي صلى الله عليه وسلم أما سمي أما سمي البيتلز يطينظر في سيدنا أبو بكر إنكم من عائشة تستخدم من سيدي تنسد معاك يمين إنما هو زوجي وأبي ما قال باباك ما قال أركاز النبي صلى الله عليه وسلم أركاز أم عائشة وأبي ما اتقال أبو بكر الصديق إنما هو زوجي وأبي. قلت له حينما دفن عمر في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أشد علي من ثيابي. فشنو أشد علي من ثيابي؟ وتستخدم من عائشة تلبس الحجاب ديالها وتلبس النقاب ديالها وتلبس حويجها كنت أشد علي من ثيابي حياء من عمر. تستحي من رجل تحت الطاعة، تستحي من الرجل المقبور، تستحي من الرجل الميت. ودفن فشنو يزود سنه جماعه سرمد عاودوا حتى بلا مزيان اللي تنسالوا الدارجه. وقت لك هذه المراه هذه ام عائشه رضي الله عنها وارضاها قال لك ملي تدفن النبي صلى الله عليه وسلم وراء السته قالت لك تلبس حوايج اللي تلبس المراه دارها عادي جدا. قال لك ملي تدفن عمر اشد علي من ثيابك تستفد. علاش؟ قالت لي حياء من عمر حيت تدفن عند عمر رضي الله عنه وارضاه في الغرفه ديالها. نروح يسرى ما نروح يلا عطا نروح سلم عقل انزرى الكازات مش كيفون اسمه ناس نفع الفريه اللي تجي تخلص الخير هذا في الطبقه نمشيو في حالتنا كما هذا ديال ربي النايا اللي غيطون ضالوا الكاز مسا تيجا النبي صلى الله عليه وسلم دابا سم دابا سم تيجا دابا ابو بكر الصديق قام سلبيت انا قال ساعه نسيت لك نسيت مع الخدمي انا قال لك اللي تيم ضال سيدنا عمر انا قال ساعه الحجاب ينزل وقال لي غير تفوس وزني قال شكون علاش تيم ضال غير ديال الكاز اللي كيز تحشم امنا عائشه. لا اله الا الله واش كل كارت اللي ضال مات وزني قال حط لك قال تفقير شكون العيالات ديالنا كيدايرين واش كان بيت فور العيالات ديالهم غادي يدوا في الطوبيس وتجبي كاع الخبار سميتها بعدا واش من الزوج ديالها انت تزوجات انت تطلقات على عندها من وليدات اسوا الطريقه الحاله قلت لكم قلتي لي اني غامي اتلكي اللي غامي صغير في اهلي ورياز يرسموا ورياز يشغلوا شي ورياز ناروا الكيدو ورياز من داو الدريده داروا ما يخدموا ورياز كلوا على التيكيدا وانا قلت لك يس تبري الحرام الزوج ولا الكار وجايه بوحده والله الا تركبوا العيالات من طنجه البويله واحد وطماس الكوسان تم غير وغامق الكوسان خمس ايام كيس كازو الاحباق تم غير فوق الاحباق خيم مزيان تم غير تماس واش كيدير دود المسافه عرفتي شحال ضربه ديال الطريق ولا راه 1000 على 1000 على 12 ديال 2200 واش غادي ولا تزرع ارمالي ادي برونزيت والرده نسال الله العفو عندنا مضحكات الملكيه عرفتي فين وصلوا عيالك الناس الذين عرفتي فين وصلوا وصلوا شي حاجه يندى له الجبين اش هو يجرى لا تستسع والله لا تستسع. ناهيك عن الاختلاط، ناهيك عن المهرجانات، ناهيك عن يعني الشواطئ والبحار والعيون، ناهيك عن هذا، هذا بلا ما ندوي عليه، هذا دخلنا عاوتاني هذا الشيء. وهذا راه ماشي العيالات اللي عندهم لا، فين الرجال؟ هذا هو رياز نوري صوف، هذا هو رياز نوري صوف، تفتي كان بان حضاري صميمي زدي بريد جاب وعال زاس حماتاسا وريسو وما يحصل كنت اشد علي من ثيابي حياء من عمر حياء من عمر لا اله الا الله هذا شعار ديال العيال شعار هذا من اعظم ضربت لنا اروع الامثله واروع النماذج في الحياه وفي الاخلاق وهذه المرأة تستحي من رجل تحت التراب رجل ميت وتحشمه ورقه ورياز المدن